عايشين مش خايفين رغم الأخطار اللي شافوه مش هدعى دول أخذوا قرار دايما دول مش المشوار في السكة حفر أو أحضر قبلتهم لكن هزموها صدق إن الرعي لخرف في حظاير تانية كتير اهلا بحضراتكم وحلقه جديده من برنامج صوت العابرين. معانا النهارده الاخت المباركه الاخت مي، كانت معانا في حلقات قبل كده في برنامج صوت العابرين، وحلقه النهارده حلقه خاصه ومميزه بنشوف فيها وبنتعرف على الاوكازيون الكبير اللي بيعمله اله الاسلام في شهر رمضان، اوكازيون تخفيض الذنوب والسيئات. لكن في بدايه الحلقه اسمحوا لي مع حضراتكم ارحب بالاخت مي. اهلا بيكي. أهلا وسهلا فيكي، وأنا كثير مبسوطة أنه اليوم أكون معاكم. ربنا يباركك، منورانا كتير في صوت العابرين أخت مي. شكرا كتير. أشكرك جدا. طب إحنا متعودين نبدأ بالصلاة، فتفضلي حضرتك. يا رب نصلي في اسم الآب والابن والروح القدس أنك تقود اليوم يا رب بنقاشنا وكلامنا وحديثنا، وأصلي يا رب لأجل كل مشاهد ومشاهدة، لكل حدا عم بيستمع لحلقتنا يا رب، أصلي أنه ما يشوفوا أنه نحن بس هدفنا نكون ضد الإسلام أو محاربة الإسلام، لكن نحن هدفنا أن نعلن الحق والحق يحرر. نصلي لأجل كل مسلم ومسلمة عم بيحضرونا أنك تتكلم مع قلوبهم وتغير القلوب والأذهان يا رب، وتفتح عيونهم لكي ما يروا الحق. نصلي يا رب لأجل حتى المسيحيين اللي عم بيسمعونا يدركوا النعمة اللي عنا في يسوع المسيح وما صنعوا على عود الصليب بأنه كان كافي. نشكرك يا رب، باركنا اليوم واستخدمنا وتكلم فينا ومن خلالنا، في اسم يسوع المسيح نصلي آمين. آمين آمين باسم يسوع. طيب قبل ما هنبدأ مع أختنا مي في موضوع حلقة النهاردة، عندي بس تعليقين في فيديوهين. الفيديو الأول هنشوفه مع حضراتكم مع الأستاذة سعاد أو الشيخة سعاد صالح، وكانت في إحدى قنوات التلفزيون المصري، وكانت معها المذيعة المصرية وبيتكلموا عن إرضاع الكبير. ويعني خلينا نتفرج مع حضراتكم بس لاحظوا قد إيه المذيعة منزعجة، وده عيب حقيقي عند عامة المسلمين إن هم غير بحسين، بيكتشفوا وبينزعجوا وفي نفس الوقت بيدافعوا، مش فاهمة إزاي. فخلينا نشوف الفيديو. إرضاع الكبير للأسف الشديد موجودة يعني. الفتوى دي موجودة فعلا في الكتب؟ لا لا خلاص مش موجود. لا لا، ما هو في انا بتكلم عن التاريخ، في حديث بس في حديث بان السيده عائشه رضي الله عنها هي ما خلفتش، اما كان وكان الرسول اما كانت تحب ان حد يدخل عليها من اولاد اختها او اولاد اخوها او كانت تخلي اي حد من القرايب لها يرضع عشان لما يدخل يبقى قريبها في الرضاعه. المنطق بيقول انه ما ينفعش اساسا لحد غريب ولا حد قريب، ده المنطق تمام طبعا. هل بقى موجوده فعلا؟ لا مش موجوده خلاص، مش موجوده خلاص، بوترت خلاص، بوترت ترت مسحت. كانت موجوده فين وبوترت؟ كانت موجوده فين وبوترت؟ كانت موجوده فين اصلا؟ يعني فتوى كان في برامج تلفزيونيه؟ لا فتوى موجوده في الكتب؟ لا ما انا بقول في الحديث، بس فتوى. الحديث ما بيقولش كده؟ لا بيقول، وحتى نساء النبي حديث صحيح؟ حديث للأسف كده سكت قلبي. بيقول ايه الحديث؟ بيقول ايه الحديث؟ بيقول كده، بيقول ايه؟ كانت السيدة عائشة إذا أرادت أن يدخل عليها أحد أمرته أو طلبت منه قبل ما يدخل أن يروح لزوجة أخيها. زوجة أخيها لما يدخل عليها حملت كتير. طبعا مش ده نص الحديث، يعني ده المعنى، ده المعنى يكون قريبها من الرضاعة. ده اللي هو قريبها، ده اللي عنده كم سنة بقى؟ فطبعا ايوه قولي. انا بعتبرها من باب عفوا يعني كشف العوره الذي يؤدي الى الفواحش في المجتمع. الكتب فيها حاجات تانية شبه او يمكن اكتر من كده، بس المفروض ما تطلعش. في 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 اكتر من ارضاع كبير، بس دلوقتي احسن من الاول. احسن من الاول في ايه؟ ما دي كتب مكتوبه من زمان. تنقيح ده 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 تاريخ. لا ما ده حاجات موثقه، تراث اسلامي موجود. لا ولو يبقى انا جدد في التراث الاسلامي.
يعني شايفين طبعا حضراتكم يعني صدمة المذيعة وبتقول لها ان ده يعني حاجة غير مقبولة منطقيا، ولا قريب ولا غريب، وليه مرات اخو عيشة ترضع لها اللي عايز يدخل عليها عشان يعني يبقى قريبها؟ يعني ايه ده؟ ايه المفاهيم دي؟ وايه العقل ده؟ وحتى سعاد صالح ودي وهي شيخة وخريجة ازهر تلام على هذا الكلام، ان هي بتقول ان ده يكون بداية فعل فاحشة. فانت يعني بتقولي ايه؟ يعني هل انت يا سعاد صالح افضل من ام المؤمنين عائشة؟ انت شايفة الامر من الجهة دي؟ هل انت دلوقتي افضل من ام المؤمنين عائشة؟ وفي الاخر بيقولك ان بتقول ان هي بترت والحاجات دي تتشال ويتعمل تجديد خطاب ديني. وانا بسأل ومن فضلكم فكروا، ده تجديد خطاب ديني ولا ده تزييف دين؟ ده تزييف وتحريف دين. اللي مش عاجبكم تشيلوه من الكتب، اللي حاجة فيها عار وفيها يعني ملامة وفيها حاجات غير أخلاقية بحسب اللفظ اللي قالته الشيخة أو الأستاذة سعاد صالح، عايزين تحذفوه، تجددوا، تقدموا للناس للأجيال الجاية دين جديد، دين يعني مش شايفين ده تحريف، مش شايفين ده تزييف، مش شايفين ده تضليل للأجيال الجاية. الكتب دي على رأي ما قالت المذيعة وسعاد صالح قالت إيه؟ قالت إن في كتير، يعني في أفظع وأصعب من إرضاع الكبير في الكتب، ولأن المسلم مش بيقرأ فاللي هيشيلوه مش هتعرف إن هم شالوه. مش عارفين آلاف الكتب في المكتبة الإسلامية، آلاف الكتب هتلاقوها يعني هيعملوا فيكم جميل ويخلوها لكم كتابين، ده لو أصلا بعد الحذف كملوا كتابين. هل ده يعني كل الناس اللي عاشت بالمكتبة الإسلامية الأجيال السابقة يعني خلاص راحوا؟ بالنسبة لهم ده كان دين وخلص وانتهى، نجيب بقى دين جديد للأجيال الجديدة، دين محرف، دين مزيف، دين منقين فيه، ده ناخد ده وما ناخدش ده؟ هو إيه؟ هو إيه؟ هي طماطم ولا شوال بطاطس بتنقوا فيه؟ ده دين، ده عقيدة، ده كتب موجودة زي ما المذيعة بتقول من زمان. فكروا، انتوا مش مضطرين، صدقوني مش مضطرين انكم تجملوه ولا تشيلوا منه الوحش. هو كده عاجبكم كده، شايفين فيه غلط سيبوه. انتوا مضطرين ان انتوا تكملوا فيه، مضطرين ان انتوا تجملوا فيه. من فضلكم فكروا، هل ده تجديد خطاب ديني؟ هل ده رفع حاجات اللي مسببه الخجل، ولا ده تحريف وتزييف للدين؟ ده فيديو. الفيديو الثاني مع المدرسة الغريبة، طبعا مش هشخصن الأمور وأقول إن هي كانت مخرجة وفشلت فاتجهت للتدريس عشان تفشل بقى الأجيال اللي بعد كده أو الأطفال اللي بتدرس لهم، لكن اسمعوا حضراتكم. عند الله الإيه؟ يعني هو دين واحد بس لربنا من ساعة سيدنا آدم لغاية سيدنا محمد، هو دين واحد بس اللي هو دين الإيه؟ الإسلام. إيه ده يا مس؟ طب والكتب السماوية؟ في كتب تانية يعني؟ لا دي اسمها كتب سماويه، لكن ما ينفعش اقول الدين المسيحي، الدين اليهودي، مفيش حاجه اسمها كده. الدين هو الدين الاسلام، لكن في حاجه اسمها الكتب السماويه، كتب البوكس اللي نزلت على الانبياء، ده كان كتاب اللي هو مثلا الانجيل، الالواح اللي نزلت على سيدنا موسى والكلام ده كله. يس اشور اوكي يس يس. ما انا بقول لك اهو كل البروفيتس كانوا مسلمين برضو، قالوا حتى سيدنا البنت بتقول لها يهودي. سيدنا عيسى، سيدنا عيسى ان هو كان مسيحي، مفيش الكلام ده. سيدنا عيسى انه عيسى ان هو كان مسيحي، مفيش الكلام ده يا جماعه. هو جاي بكتاب من الله، في كتاب، لكن احنا الدين عند الله. طيب يعني الإسلام هو الدين الوحيد على الأرض اللي مكفر كل اللي حواليه، وهي بتقول كتب ولا يملك أي كتب. هل أنت عندك كتب؟ هل أنت في إيديك كمسلمة أي مسلم عنده أي كتب السابقة لي؟ عندك ألواح موسى ولا عندك أي حاجة؟ بس عندك القرآن اللي أنت بتحتكمي إليه وبتقول ما فيش حاجة اسمها دين مسيحي، ما فيش. يعني أنا مش ما فيش حاجة. سيدنا بتقول سيدنا إبراهيم ما كانش يهودي. طب يعني أنا مش هرد عليكي من أي حتة تانية أنك مش هتفهمي يعني، بس أنا هرد عليكي بالنسبة لأبونا إبراهيم من الإسلام، أو سيدك إبراهيم زي ما أنت بتقولي عليه من الإسلام. مين هو اللي كان معاه التوراة، أو مين هو اللي كان بدأ بالنسبة لكم الديانة اليهودية؟ هو موسى، وموسى ابن من سبط لاوي، ولاوي كان ابن يعقوب، ويعقوب كان جده إبراهيم. ففين يعني حتى أنت حتى يعني افتحي الكتب الإسلامية عندك وفهمي كان فين اللي ابتدى باليهودية وكان فين إبراهيم، عشان تقولي لا ده إبراهيم ما كانش يهودي، ده كان مسلم، والمسيح كان مسلم. يعني أنا كمان مش هلوم على جهل واحدة زي كده، لأن لو هنشوف مع حضراتكم الشيخ علي جمعة نفسه اللي هو دارس
وهو بيقول نشوف كده بيقول ايه، بيقول برضو ان خالد الجندي بيقول سيدنا عيسى كان مسلم. الواحد طبعا مش هيلوم على جهل دول لان هم ماشيين ورا خطى ناس زي كده، وانا بستغرب يعني انا بستغرب بكل جرأة وعاملين فيديو وعامله فيديو ده طالع في الاعلام ويقول كده. هل لو في شخص مسيحي او قسيس، بلاش اي شخص عادي، قسيس مسيحي او اي شخص في منصب ديني مسيحي وطلع قال ان محمد كان مسيحي ابيوني، هل ده هيكون مقبول ليكم؟ انتوا ازاي كده؟ انتوا يعني فعلا الاسلام شوه عقولكم، شوشر عليها، شوشر على المعرفه الحقيقيه، شوهها خلاها يعني خلاها غير واضحه الرؤيه. ف عندك اي تعليق على الفيديوهات دي يا اخت مي قبل ما نبدا في موضوعنا؟ يعني اول فيديو رضاعه الكبير انا صراحه سمعته، مش هذا الفيديو، فيديوهات من قبل انا وصغيره بعد ما امنت، فنشكر الله يعني انه انا كنت مؤمنه هذاك الوقت، نشكر ربنا لانه كان يعني كانت لي صدمه كبيره جدا، وهذا لا يعلم في المدارس. يعني طبعا. انا كطالبه في المدرسه كنت ادرس دين اسلامي، ما تعلمنا هاي الاشياء، احنا اكتشفناها. فعم بكتشف انا في الدين الاسلامي في اشياء كثير خفايا نحن ما بنعرف فيها الا اللي بيدور واللي بيطلع. أيوة يعني في قصص انا اكتشفت في حاجات كثيره في الكتب طبعا، وفي قصص كثير اكتشفتها وانا عم بكبر، وانا يعني في اشياء اكتشفتها هاي السنه انا ما كنت بعرفها من قبل. وقديه اكتشفت قديش مهم الواحد يكون مطلع ومتعلم. يعني المسلم يعني محزن للغايه انه لما بينولد خلص بدخل الإسلام هو مسلم، يعني هو ما عنده أي نوع من القرار إنه ياخد قرار إنه يكون مسلم أو غير ذلك، لأنه إذا فكر إنه يكون غير ذلك يحل قتله. لكن لما يكتشف الإسلام مثلا، الإسلام في دول معينة يختلف تماما عن الإسلام في الدول العربية طبعا، مثلا الإسلام في أمريكا يطبق بطريقة مختلفة عشان نجمل الإسلام، لكن لما بنرجع لعند الروتس ومزيفين في الترجمات برضو، اكيد عارف حضرتك طبعا في ايات القران لما تترجم للانجليزي انا ما بفهمها، في اشياء غريبه فيها. مثلا الضرب بيكون انه to hit her lightly، يعني مشكله لما الانسان الخاطي يجمل دين قداسه. هل هم مضطرين ان هم يجملوا؟ يعني انت شخص عرفت واكتشفت امور غلط في حاجه، هل انت مضطر تجمل والامر ده مرتبط بحياتك الابديه مش على الارض بس؟ معاكي حق. هلا انا بشوف هذا الموضوع في ظروف معينه بتخلي الشخص يحس انه هو مضطر، وفي اشخاص بيصدقوا، مرات احنا بنقول بنكذب الكذبه وبنصدقها صح، بيصدقوا انه ما في مجال لاي حل اخر. لكن انا بشجع كل مستمع عم بيسمعنا بهذا الوقت، اذا عندك تساؤلات أمام الله أنت مساءل إنك تبحث عنها. أمين. ما تسكت وتقول لا مش ضروري، لا ضروري، لأنه لما أنت تواجه الخالق لما تموت أنت وياه لوحدكم، لا في أمة محمد رح تكون، ولا في محمد رح يكون، ولا رح يكون أنا، ولا ماش رح يكون في حدا، رح تكون أنت والخالق. بدك تشوف أنت هل أنا بالفعل دورت؟ دور. واحنا بنصلي انه الله يفتح عيونك لكي ما ترى الحق، لانه مصيبه ارضاع الكبير. صحيح. حتى المسلمين انفسهم قالوا خلص احنا غيرنا، يعني صار في تغيير بس الحديث موجود. صحيح. طيب ايه رايك في المدرسه اللي بتعلم النشأ الصغير؟ انا مش عارفه من وين جابت حقيقه انه المسيح كان مسلم. يعني طب ما لما محمد تزوج خديجة، خديجة كانت مسيحية مثلا. كيف يعني كيف كان المسيح مسلم؟ مش عارفة يعني وين جابت الحقيقة هاي، كيف درستها بعدين؟ انت حكيتي بالحقيقة على أساس هي بتتكلم على أساس ان الدين عند الله الإسلام، فما فيش دين تاني غير الإسلام، اللي قبلهم دول كتب، بس الفكرة ان هم لا يملكوا هذه الكتب. يعني انت بتقول اللي قبل ده كتب، طب ماشي ورينا الكتب، اوكي ورينا الكتب. بإيش ما هم بالنسبة لإلهم إنه هاي الحقائق في تفاصيل في القرآن، بيقول لك اطلعوا على الكتب. طب وين كتب؟ إذا أنتوا بتقولوا إنه الكتب تم تحريفها، وين الكتب نتطلع عليها؟ بالضبط. في مشكلة، إذا في مشكلة. صح، في مشكلة، عندك حق. طيب عشان يعني ندخل بقى في موضوع حلقتنا وبداية الموضوع يا أخت مي، منظر للأسف يعني مؤسف،
وللأسف أشد أسف إن هو في مسجد في من مساجد ولاية في أمريكا، شاب مسلم كان مفطر أو كان فاطر أو أظهر إفطاره في نهار رمضان. خلينا بقى نشوف في المسجد في أمريكا عملوا فيه إيه. نشوف الفيديو ده مع حضراتكم، الفيديو رقم 3. تفرج. صوم إجباري، عبادة المفروض اللي هو مفروض عبادة، فهو عبادة إجبارية، شخص لأنه فاطر فأذى مشاعر الصايمين، واحد اتأذت مشاعره قوي قوي قوي. طبعا هو أنت بتضربه وأنت هتحاسب بداله، إذا كان هو صايم لله الله يحاسبه، أنت مالك. لكن بقى هو اتأذت مشاعره أنه هو بياكل أمامه. قبل ما أسمع رد من الأخت مي على الفيديو دوت، عايز أسأل المسلم دلوقتي، المرأة المسلمة اللي بيكون عليها أن هي في أوقات في رمضان بسبب وضع معين أن هي ما بتقدرش أن هي تصوم، فبيكون عليها أن هي لازم تعمل قضاء الأيام دي بعد رمضان، ويكون إجباري عليها طبعا، وأنها لازم تأديه قبل رمضان التاني، قبل رمضان بتاع السنة الجاية، وكل واحدة بقى على حسب الوقت بتاعها، اللي بتاخد 3 أيام، اللي بتاخد أسبوع، اللي هتاخد أكتر من أسبوع هي ووضعها، بس لازم تصوم نفس الأيام دي كصيام رمضان وفي أيام غير رمضان. أنا بقى بسأل الرجل المسلم اللي بيتأذى لو شاف واحد بياكل قدامه في أي يوم من أيام رمضان، هل أنت لما تكون زوجتك يعني صايمة، هل أنت بتوقف أكل قدامها، ولا هي مفروض تكون يعني عندها قوة أكتر للاحتمال لأن هو قضاء عليها هي؟ هل أنت بتراعي مشاعرها كواحدة صايمة ولا إيه؟ وزي ما قلت إن هو إجباري على المرأة المسلمة إن هي تصوم الأيام القضاء ديت اللي هي أيام فطرتها في رمضان قبل. وبعدين زي ما قلت في حلقة قبل كده، مش عايز الكلام تاني، الأيام بسبب حاجة إله الإسلام أو الله الخالق هو اللي وجدها فيها. فإذا كنت تعتقد إن لو أختي المسلمة، لو أنت تعتقدي إن إله الإسلام هو الله اللي خلقك، فهو خلقك فيه في جسدك أمر معين، ليه بيحاسبك عليه؟ ليه بيحاسبك إنك ناقصة دين بسبب الأمر ده؟ ليه بيحاسبك إن أنتي مفروض إن أنتي ما تعبدهوش ولا صلاة ولا صوم وقت الأمر ده؟ نفس الأمر كانت زوجات الرسول كانت برضو بيعملوا الأمر ده. لكن أنا عايزة أقف برضو في جزئية إن هي لازم تصوم قبل رمضان قبل رمضان التالي، يعني ممكن تصوم الشهر بعد رمضان، أسبوعين بعد رمضان. لكن أنا بستغرب على رسول الإسلام اللي كانت بسببه أو كان بيقبل ويباشر عائشة في أيام رمضان، عائشة برضو نفسها في أمر قضاء الأيام صيام رمضان، يعني اللي هي الأيام اللي فطرتها في رمضان، برضو متعطلة بسببه في وهي بتقوم بالأمر ده. فخلينا مع يعني هو ده فيديو استقطاعي، بس فكرة حابة أعرضها على حضراتكم وعلى المرأة المسلمة بالذات. خلينا بقى نشوف في الفيديو ده الفكرة دي وهشرحها لحضراتكم بعد الفيديو. اتفرج. تقول حضرتك قلت في البرنامج في إجابة على سؤال إن أوامر الله على الفورية. واحدة مسلمة يعني واحدة مسلمة اسمها أم محمد بتسأل الشيخ إن أوامر الله على الفور لازم تكون على الفور، إن أنا أديها على طول أول ما رمضان يخلص لازم إن أنا أصوم، لكن السيدة عائشة كانت بتأجل الصيام لغاية شهر شعبان. ليه؟ واسمعوا الكلام اللي هيقوله الشيخ، لأن في جملة خطيرة وصعبة جدا جدا، نسمع مع بعض. لماذا السيدة عائشة كانت تؤجل صيام ما عليها من قضاء من أيام رمضان حتى شعبان؟ أليس من الضروري أن يفكر الإنسان أنه مهما أنه ممكن في هذا الانتظار أن يأتي قضاء الله ويموت عليه الصيام؟ أولا نعم، أوامر الله على الفورية، وهذا قول جماهير أهل العلم أن أوامر الله على الفورية، يعني إذا أمر الله بأمر يجب على الإنسان فورا أن يؤدي هذا الأمر. أن عائشة إنما أخرت قضاء رمضان إلى شعبان لعبادة عظيمة يا خبر، وهي حق النبي عليه الصلاة والسلام. يا خبر، حق النبي عليه الصلاة والسلام عبادة عظيمة، فحق النبي عليه الصلاة والسلام مقدم على قضاء الصيام. حق النبي إيه هو؟ عندنا واجبان، قضاء الصيام وحق النبي عليه الصلاة والسلام. إيه هو حق النبي على عائشة؟ فحق النبي أعظم من قضاء الصيام. أيوة. ولذلك قالت عائشة وذلك لمكان رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولذلك عائشة لما أخرت ما أخرت هكذا، وإنما أخرت لمسألة وهي حق النبي عليه الصلاة والسلام. سمعين الشيخ قال إيه؟ هي دي الجملة الصعبة جدا، إن عبادة أعظم، عبادة أعظم من عبادة الصوم، وهي حق النبي عليها. يعني طول 11 شهر عائشة برغم إن رسول الإسلام عنده غيرها 8 زوجات، المفروض إن هم كانوا 9 مع بعض، وأربع ملك يمين، أربعة ملك يمين وثمان زوجات، وهي يا حرام كان عليها ضغط
لغاية لما قدرت تصوم تاني عشان تصوم شهر قبل رمضان اللي بعده. يعني معرفش هل هو مثلا عشان هي فرق السن بينه وبينها 45 سنة فهو حابب الصغيرة أكتر، لكن شوف إزاي كانت المدة دي. يعني حتى رسول الإسلام نفسه لم يترك المرأة دي عائشة إن هي تصوم. فهل المسلم اللي هو بيضرب الشخص عشان إن هو فاطر، هل لو زوجته كانت هتصوم هيسيبها تصوم زي ما رسول الإسلام لم يترك عائشة؟ ولو صامت هل هو مش هياكل قدامها ويعاملها كنفس ما هو بيعامل الآخرين؟ فلو عندك تعليق، أكيد أنا متأكدة عندك تعليق على مشهد ضرب الشخص اللي فاطر ده، تفضلي حضرتك. طبعا أنا بتذكر إن إحنا ببلدنا يعني بالميدل إيست، ببلاد الشام، في دول يعني كان بدولتنا ممنوع الإفطار. فطب المسيحي شو بده يعمل مثلا؟ ممنوع ياكل؟ يعني أنا بتذكر أنا كنت في مدرسة رهبات، كنا بناكل بالمدرسة، بس لما صرت بالجامعة كان ممنوع آكل. طب بس أنا ما بدي أصوم، أنا يا عمي ما بدي أصوم. كنت أخبي، يعني كنا نخبي الأكل تخباية عشان ناكل، وإذا لقطنا من الشرطة بنروح على المخفر. إذا أنا بدي أعمل حق الله، إذا أنا بدي أطيع الله، هو بيني وبين الله. ما حدا إله معي يضغطني ويضربني عشان أنا أعمل حق الله. من وين بيجي العبادة بالضرب؟ هاي أي عبادة؟ هاي مو عبادة. العبادة إني أنا أخذ قرار إني أعبد الله، أنا أخذ قرار إني أصوم. إذا أنا عم بصوم غصب عني هاي مو عبادة. يعني ما بعرف كيف إن إحنا، أنا بدي أفهمها بعدين. أنا عشان أخلي الآخر يشعر معي ما بضربه عشان يشعر معي، صح؟ قد ايه انا بقدر اعطيه الحريه؟ هاي مشكله الاسلام والمسلمين، انه ما في حريه. السيطره هي الحل الوحيد، لكن السيطره اذا بنطلع عليها هو جاي من ضعف مش جاي من قوه على فكره. صحيح. قد ايه انا خايف انه المسلم ما يصوم؟ مسؤوليتك اذا انت بدك تصوم. انا بدي احكي شغله، لما بقارن ب يعني انا ما انضربت، لكن انا بتذكر قد ايه كان مثلا نحن وصغار، يعني لسه بصف خامس وسادس، انه بيسالوا بعض البنات انه انت صايمه؟ طيب اللي بلشت مثلا بالدوره الشهريه بتستحي تحكي، بس بنفس الوقت هي فاطره. طب ما هذا يعني زي خزوه لها، انه بصير الكل يسال عنها، بصير الكل يطلع عليها. مثلا بالجامعه بدها تاكل، بصير الكل بيعرف انه عليها الدوره، خلص اعلن الموضوع. طب ايش هذا المبدا؟ فأنا بتذكر أنا وصغيرة، أنا ما بقدر أحكي، لسه بتذكر أيام رمضان وكيف كل الحياة تتغير، ترويحة الشغل تتغير، المدرسة بتتغير، بصير نروح أبكر. طبعاً كان هذا إشي كتير حلو لإلنا كطلاب مدرسة إنه منروح بكير، اللي كان يروح مثلاً على الساعة 5 من الشغل بسوي يروح على الساعة 3. طب هل أنا صح أغير كل قوانين البلد والدولة والتعليم بس عشان الصيام؟ هل أنا بغير صباح بصير الليل والليل بيصير صباح وهذا طاعة لله؟ دائما بقارن. السنة الماضية واحدة من صحباتي المسلمين قالت لي احكي لي عن الصيام في المسيحية، هي بتعرف اني انا مسلمة وصرت مسيحية وامنت في المسيح. فصراحة اول اشي خطر لي شو مكتوب في الكتاب المقدس. الكتاب المقدس هو كلام الله الموحى به قابل للتعليم والتأديب. فبدي اقرأ لكم من متى شو بيقول. ومتى صمتم، ايش قال المسيح وقتها؟ ومتى صمتم فلا تكونوا عابسين كالمرائين فانهم يغيرون وجوههم لكي يظهروا للناس صائمين. الحق اقول لكم انهم قد استوفوا اجرهم. واما انت كشخص مسيحي مؤمن بالعمل بالله، فمتى صمت فادهن رأسك واغسل وجهك لكي لا تظهر للناس صائما، بل لأبيك الذي في الخفاء، فأبوك الذي في الخفاء يجازيك علانية. أنا بالنسبة لي هذا هو الصيام الحقيقي. نعم. أنا بختار أني أصوم، أنا بعبد الله بالصيام، هو بيني وبين الله، مش عشان أفرجي المجتمع أني صائم. صحيح. ولا عشان بخاف من الناس عشان هيك أنا بصوم. فأنا ولا كل بقول واحد رقيب على التاني عشان يحاسب. بالضبط.
بالضبط، والسيطرة لن تأتي بنتيجة. صحيح. طيب طب حضرتك سمعتي الفيديو اللي عرضته عن عائشة، ان الشيخ بيقوله بمنتهى الأريحية تماما، مرتاح تماما، ان عائشة يعني هقولها ازاي، يعني انها تقضي حاجة الرسول، هذه عبادة زي عبادة الصوم او افضل، يعني هو شايفة ان هي افضل من ان هي تصوم، ان هي تقضي حاجة الرسول، هي يعني حاجة الزوج من الزوجة، يعني ان ده يعني انت عبادة. بتقولوا انت يعني كمسلمين بتقولوا انه المسيح مش ابن الله وما في ثالوث وهذا كفر. طب اذا محمد عمل نفس مستوى الله هذا مش كفر؟ ده عبادة، يعني الامر ده مع ان عنده زوجات كتير، بس هو طبعا عبادة بيحب عائشة اكتر. عبادة سوري، احتياجات جسدية وجنسية، هذا هو الاشي المميز اللي عم تخدم فيه محمد، وعباده افضل من الصوم. تخيلي يعني، تخيلي مكانه رسول الاسلام قد ايه عند المسلم، والشيخ عارف، الشيخ غير مبالي، يعني مش حاسس ان عيب ان يقول كده، مش حاسس كده. ف ده مصيبه حقيقة. وصراحه انا بحزن، لانه في كتير مسلمين ما بيعرفوا هاي الحقائق وما بيدوروا فيها وبيخافوا يدوروا، بس انا بشجعكم انكم تدوروا وتحكموا عقلكم. لو الله بس بده ايانا نمشي غصبة عنا، ما بيعطينا عقل حتى نفكر، لكن صح. الله أعطانا عقل حتى نفكر. صح صح. ومش يعني كمان مش نسمع وبس، يعني زي ما انت قلتي في البداية وانا اتفق معاكي تماما اخت مي، ان احنا هدفنا ان بنصلي اولا من اجلهم، وهدفنا ان هم يوصلوا للحق، يعرفوا يفكروا، مش بس ان هم يسمعوا بس او يعدي الامر، لا يعني فكر حضرتك من فضلك، فكري ازاي يبقى حق الله انك انت بتعبدي الله من خلال الصوم وعباده لله. عائشه كاي واحده مسلمه بقى، ان من حق عائشه ان هي تعبد الله وتصوم وتقدم صيام، ده العباده دي يلغيها عباده اعظم منها، وهي حق الرسول، حق الجسدي، الامتاع جسديا كزوجه لي، ده اهم من حق الله عليها، وانه ياخرها لغايه شهر شعبان. يعني فكروا من فضلكم، فكروا، ده امر ما تعدهوش كده، امر ما يتعداش كده. طيب أخت مي، طبعا يعني رجوعا لعنوان حلقتنا النهاردة، إن شهر رمضان أوكازيون تخفيض الذنوب والسيئات، عايزين بقى نشوف في الفيديو اللي جاي دوت إزاي إن ده الشيوخ بيسموه موسم الطاعات، موسم في موسم يا جماعة، في موسم، في عروض، في أوكازيون مفتوح للجميع. فخلينا نشوف الفيديو ده واسمع تعليقك أخت مي، نشوف مع بعض. رمضان هو في الحقيقة موسم طاعة، واللي نايم طول السنة المفروض يصحصح في هذا الموسم، زي بالظبط كده كل تجارة لها موسم. فما يصحش التاجر حتى لو نام طول السنة، ما يصحش انه ينام في هذا الموسم. يعني مثلا يقولوا موسم الكتب وبيع الكشاكيل والكراسات والأقلام والحاجات دي كلها، اللي هو بداية العام الدراسي. تروحي بقى الأماكن اللي بتبيع هذه الأشياء تلاقي في شد طوارئ كده قبل العام الدراسي، اللي واخد أجازة رجع من أجازته، اللي واخد كذا، ليه؟ لأن ده موسم هذه التجارة، موسم الطاعة، الموسم اللي فيه ربح أكثر وأكثر هو شهر رمضان. فكذلك الإنسان ينبغي أن يستيقظ في هذا الموسم ليربح في تجارته مع الله سبحانه وتعالى، ليربح في تجارته مع الله سبحانه وتعالى. للاستعداد الذي يليق بموسم الطاعة، بموسم الطاعة، بهذا الشهر الكريم شهر رمضان. ايه رايك اخت مي في يعني ان يقولوا على عباده موسم وفرصه وتجاره؟ يعني مش ده كلام يعني ناس ما عندهاش ثقه في اللي هي فيه، فبتدور على اي حاجه تقول لها يعني اعملي ده وهتبقي كويسه، هتوصلي لربنا، هتتجري معاه، هتستفيدي بالموسم ده، ايه رايك؟ يعني انا شعرت من هدول الفيديوز انه والفكر الإسلامي الفكر. هذا الموضوع بالضبط، أنا عم بتاجر مع الله، يعني في متاجرة، يعني أنا عم بلف وبدور عشان أخذ بدي إياه. ما الله فاحص القلوب والكلى، عمين بلف أنا؟ عمين لا، ما هي يعني المصيبة أن إله الإسلام هو اللي طلع، هو اللي معطي العروض دي، هو اللي قدم العرض يعني ده. يعني شهر واحد أنا أكون في طاعة، أوكي يمكن أنت بدك كل الأشهر تكون بطاعة، وخصوصا موسم الطاعة. يعني تخيل أولادك بتعوك في موسم واحد عشان ياخدوا منك بركات وياخدوا منك هدايا، هذا الولد ما بيكون مستغل؟ وين العلاقة؟ وين العلاقة اللي بندخل فيها مع الله في عبادة حية مرضية لإله قدوس؟ هذا الإله قدوس، هذا مش إله بشر.
فلما انا بتعامل مع الله بهاي الطريقه، او بصدق انه الله بتعامل معي بهاي الطريقه، هو لا يستحق ان يكون اله. صح، اتفق معك. ممكن يكون قائد، ممكن يكون تاجر، ممكن يكون قائد سياسي في حرب، لكن ما بيستحق أن يكون إله قدوس وقداسة. صح. إذا قال عقاب الخطية موت، جاي بقول له بلف وبلعب عشان أطلع بشهر واحد في السنة بركات تغفر لي كل خطاياي، وبعدين بنبلش من أول وجديد. عروض. الله أعظم من ذلك. عشان هيك دائما بقول خلينا نبحث عن إله قداسة، إله ينظر للإنسان بعيون إله مش بعيون بشر. صحيح، أمين. طب اسمحي لي أخذ تليفون وأرجع لك. أخت مي معنا، الأخت نهال من لندن، أهلا بك أخت نهال. طيب معنا الأستاذ محمد محمود من مصر، أهلا بك. أهلا، مساء الخير. أهلا، مساء النور. لو الصوت يعلى شوية عشان مش سامعة كويس. تفضل. سمعنا كده حضرتك؟ تفضل. سمعاني كده؟ سمعاك، اتفضل اتفضل، مداخلتك اتفضل. انا انت بتقولي موسم الطاعات وموسم رمضان ده، هو انا قلت الشيخ اللي بيقول، الشيوخ اللي بيقول، وانا قلت. طب ما او الشيخ، انت اعتراضك ليه؟ هي الاعتراض، ايه وجه الاعتراض بتاع حضرتك؟ لا بسمع الحلقه بقى وانت تسمع تعليقنا. نعم، بقول لك ابقى اسمع الحلقه تاني، اسمع رد الاخت مي بعد كده وتعرف التعليق. لكن انت يعني انا عاوز انت اعتراضك ليه؟ يعني انت عاوز خميس العهد وعيد الميلاد والكلام الفارغ والكلام اللي يعني هو رمضان والصيام، هل هو ده هو انت فاهم ايه هو خميس العهد ولا فاهم ايه الميلاد؟ لان حضرتك يعني مش بقصد يعني اهانه، حضرتك لو انت فاهم مش هتسأل أسئلة تاني، لأن الأسئلة اتجاوب عليها ده أولا. طيب بالنسبة لموسم الطاعات، اسمعني بس، أنت بالنسبة لموسم الطاعات، هل أنت تقبل أن إله عشان أنت تعبده يحط لك أن في وقت معين أنا هقبل منك الأمر ده وبقية السنة لأ؟ يعني هو إله الإسلام ده موجود بالفرص بتاعته بالمواسم بتاعته في شهر رمضان وفي الحج بس؟ هل هو بقية السنة مش إله يعبد؟ هل هو بقيت السنة ما عندوش فرصة انك انت تتقرب له بتوبة حقيقية فيغفر لك؟ هل هو مستني منك امور معينة علشان انت تعملها؟ وهل ده يرضي قداسة الله؟ هل كل اللي يعمله الانسان من اعمال صالحة يرضي قداسة الله؟ يبقى مرضي امام قداسة الله؟ فكر في الاسئلة دي لانها صعبة عليك حقيقي، واتصل بعدين بقى. شكرا على اتصالك. معانا مدام سيلة من مصر، اهلا بحضرتك. نورة، أهلا بحضرتك، تفضلي. ومبروك لأختنا مي، ألف ألف مبروك. بالنسبة للفيديوهات اللي احنا شفناها، مجدهم في خزيهم، وانت عارفة دلوقتي التحرشات اللي عايز يتحرش بالمسيحيين ينزل له فيديو كده عشان هم فكرهم ان احنا ممكن نتحرر، لانه في حاجة اسمها الدين محمل قوة القانون من أول ما اتخلق الإسلام، وهو قوة السيف. فلما طبعا مذيعة أو تقول إن الدين عند الله الإسلام، ليه ما يعرف إن مفيش حد هيحاكمها. أما بالنسبة للقرآن من بدايته، الألفاظ اللي فيه اللي هي لما واحد يقول لفظ خالق تقولي ده من مستوى بيئة. يعني لما يقول تنكح المرأة ده لفظ إله، رضاعة الكبير دي أوامر إلهية، مفسدة الطفلة حتى لو كانت رضيعة دي أحكام إلهية، زواج أكتر من واحدة دي تشريع إلهي مش من البدء كان رجل وامرأة. يعني احنا بنحاول نعرض الأمور دي كلها مدام سيلة، والرب يفتح العيون. آمين أمين. شكرا لحضرتك على المداخلة. الأخت نهال من لندن، أهلا بيكي. سلام ونعمة يا أخت نورة. أهلا بيكي. برحب بحضرتك وبالأخت مي الجميلة اللي في صلاتها بيّنت قد إيه إن قلبها مليان بالمحبة تجاه كل الإخوة المسلمين، لأنها قالت إنه مش غرضنا الاستهزاء، لكن هدفنا هو إعلان الحق. طبعا يا رب
رب يا رب كل أعمى تفتح عيونه ويقبل النعمة المقدمة ليه قبل فوات الأوان. وأنا عايز أعلق عليك يا أختي نورة لما قلتي أنه من المواضيع المشينة المخجلة التي ذكرها أيضا قبيح زي رضاعة الكبير، حضرتك بتقولي أنه ده تحريف وتزييف وتضليل، وأنا بزود على حضرتك لو أنا بعمل تجديد في الخطاب الديني، لو أنا بعمل تجديد في الخطاب الديني وبحاول أجمل مبادئ ومعتقدات هذا الدين بأي صورة من الصور، ده يساوي أن دين ليس من عند الله. صح، دين ليس من عند الله. وبعد كده حضرتك بتنادي من كل قلبك لكل المشاهدين المسلمين وبتقول لهم انتم مش مضطرين للتجميل، لكن ببساطة لو مش عاجبك اللي في الدين ده سيبه. لكن انا عايز اقول لحضرتك طبعا هم مضطرين للتجميل، لان هو ده الحماية الوحيدة اللي بيعملوها لاستمرار الدين، وهو ده الجهاد الحقيقي اللي في نظرهم خدعوك فقالوا لو انت دفعت ومت بسبب دينك فانت ليك ثواب اكتر. لكن السؤال بقى اللي بيطرح نفسه هنا، هل انا اللي مطلوب مني اني ادافع عن اله الاسلام اللي جيت بمثل هذه التعليم، ولا الاله هو اللي مفروض يدافع عني؟ يا ريت يا جماعة نفكر. وهنا أقدر أقول لك نصيحة يا كل أخت وكل امرأة وكل رجل بيسمعنا، اسمعوا نصيحة من قلبي بيحبكم كلكم، الدين الذي لا يغيرك غيره. آمين. ما قالت الأخت مي، الإله اللي أنا بعبده لازم يكون بيني وبينه علاقة يغير فيا كل يوم، مش علاقة تجارية. بالزبط. ورب يبارك. شكرا، شكرا لك. طيب معنا الأخت فريال من لندن، أهلا بيكي أخت نورة. سلام ونعمة المسيح. سلام الرب لك، أهلا وال... بيك. والمسيح قام حقا قام. آمين. ومع الأخت مي الرب يباركها ويوسع تخومة. آمين. أخت نورة حبيبتي، هم يجملوا إيه ولا إيه يعني في الإسلام؟ يعني أنا أسأل الأخ المسلم لما إذا دخل على زوجته وشاف زوجته أنه ده ترضع جيرانه أو البستانتي أو أي واحد، هل يقبل؟ هل يوافق ضميره وشرفه وغيرته يوافق على هذه؟ فكيف أم المؤمنين زوجة الرسول؟ خلي يجاوب. النقطة الثانية يا أختي العزيزة نورة، أنه افتهمنا أنه النبي هو أعظم من الله، لأن شاتم الله لا يقتل وشاتم الرسول يقتل ولا يستتاب. لكن المصيبة الكبرى اللي عرفناها اليوم والفاجعة لمن أنه إله الأسلام عبادته والصوم هو أقل أهمية من إشباع غريزة محمد. صحيح. يعني إشباع غريزة محمد في هذا، هاي أهم من عبادته. أي إله هذا؟ أي إله؟ صدقوني أصير ملحدة ولا أتبع هذا الإله. أشكرك ربي وإلهي وسيدي ومخلصي، علمتني علمتنا سمو الأخلاق. أمين. يا رب يا رب يفتح عيونكم ويرحمكم. أمين. لا يعني عندك حق أخت فريال، إنما نسمع الشيخ بيقول إن عائشة عبادة أعظم من لو هي قدمت عبادة الصوم أعظم من عبادة تقديم الصوم لإله الإسلام، عبادتها بتقديم جسدها لرسول الإسلام. يعني لو ما طلعتوش من الحلقة كلها غير بالجملة دي تفكروا فيها، من فضلكم فكروا، من فضلكم. طيب معانا ابن الرب، أهلا بيك. مساء الخير أخت نور. أهلا، مساء النور، تفضل حضرتك. انا حضرتك بحبك وبحب البرنامج بتاعك جدا. ربنا يخليك، اشكرك، شكرا ليك، اتفضل حضرتك. حضرتك انا عليك كتير على ما وصلت للي انا فيه دلوقتي. نشكر ربنا. وصلت لايه بقى قولي؟ الله يخليك. حضرتك انا كنت مش قبل كده. يعني حضرتك يعني عابر وامنت بشخص الرب يسوع المسيح؟ ايوه طب. ايوه طب. امين. كانت ايه النقطه الجوهريه اللي قادتك انك تترك الاسلام وتقبل شخص الرب يسوع المسيح؟ النقطه الجوهريه من طفولتي. نعم، لو الصوت معلش يالا شويه. حضرتك انا من طفولتي وانا في منبع المسيحيه، المنبع بتاعهم لما اتربى في طفولتي في بيت مسيحي جنبنا. شفت فيه الالفه والمحبه وكل حاجه. جيرانك مسيحيين يعني، فشفت يعني المعامله ما بينهم الوضع مختلف. ايوه طبعا شفت الالفه والمحبه وكل حاجه. وبعدين هل قرات في الانجيل ولا حد كلمك عن المسيح؟ ايوه.
طيب يعني فقدنا الاتصال، ممكن ارجع اتواصل مع حضرتك تاني لو ممكن تترك رقم تليفونك، ونشكر الرب جدا جدا من اجلك، والرب يكمل عمله الصالح معاك وفي حياتك باسم يسوع. اخت مية، هل عند حضرتك اي تعليق على التليفونات الاتصالات قبل ما نكمل الفكره؟ اتفضلي. بدي اعلق على الاخ اللي تلفن وحكى عن انه شو مشكلتكم بانه يكون شهر الطاعه. انا مشكلتي انه لما نجيب أفكار متلخبطة ونحطها في مكان واحد ونسميه دين، صح. على أي أساس يتم غفران الخطايا؟ على أي أساس؟ طيب. هل بس لأنه بصوم وبمتنع عن الأكل؟ طب إذا أنا بصوم وبمتنع عن الأكل، أنا مستعدة أصوم وأمتنع عن الأكل عشان بس أروح على السماء، أروح جنة. في مشكلة يعني. أيوه في أسباب. عقاب الخطية موت. أيوه، ما هو السؤال هنا ارجع للإله. ما احنا بنقول هنا ارجع للإله اللي مشرع، أنت تقبل يكون ده إلهك؟ بالظبط. فأنا بدي أرد عليه أقول له أنا مشكلتي إنه لما يكون شهر طاعة يغفر لي كل خطاياي بعدين ترجع من أول وجديد. فكر في الموضوع، لما أنا بتطلع في العهد القديم وقبل الإسلام وخلال الإسلام، الخطية اتجاه الله فيها موت. موتا تموتان لآدم وحواء وأخرجوا. ليش؟ لأنه إشي عظيم لما أخطي. هل حله بس الانقطاع مثلا عن الأكل بروح الجنة، أو إذا بفجر الأعداء وأعداء الله بروح الجنة؟ في إذن الله عنده مشكلة، صح. بعدين لما بتقارنها بميلاد المسيح، هو بكمان إشي أنا ما قدرت أسمعه صراحة، لما بتقارن مثلا ميلاد المسيح، إذا أنا بحتفل فيه ما رح أروح السماء. يعني المسيحية لا تقوم إذا أنا احتفلت بعيد أو صمت صيام بذهب إلى السماء، فما بتقدر تقارنهم. إذا بدك تقارنهم بدك تقارن بطريقة مختلفة. هو عنده بس مشكلة، هو بيتصل كتير، هو عنده في مشكلة في 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 ميعاد عيد الميلاد، هو 7 ولا 25، فدي مشكلة تانية عنده. لكن بس هذا ما بدخلني السماء، أنا بدخلني السماء لما آمن علاقة الحقيقية مع الله. يس. ولما دفع عني على عود الصليب، أنا جاب حابة أقرأ آية، لأنه دائما الكتاب المقدس هو اللي بيجاوب بكل الأمور. شو بيقول الكتاب المقدس؟ بيبقص الأولى، الذي حمل هو نفسه خطايانا في جسده على الخشبة لكي نموت عن الخطايا فنحيا للبر. نعم. في كان ثمن. ثمن للخطية. صحيح. طيب هنشوف في الفيديو اللي جاي الشيخ بيقول ايه عن الصيام، فنسمع كده مع حضراتكم. ده من ضمن بقى موسم الطاعات وإيه اللي بيحصل في هذا الموسم، نسمع مع حضراتكم. رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم منه. ده الباكج بقى. من صام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. مجرد أن نتم صيام هذه الأيام حاجة سهلة. مؤمنون محتسبون عند الله تبارك وتعالى، صفحة السيئات خلاص صفر، فراغ. لا شيء. على أساس إيه؟ غفر له ما تقدم من ذنبه. عشان ما أكلتش وما شربتش بس. ما تقدم. بالأمس، قبل أيام، قبل شهر، قبل سنة، قبل سنوات، منذ ولدت، يلا منذ بلغت، غفر. خسرني حاجة؟ غفر. مجرد أن تصوم هذا الشهر، الله تبارك يمحو كل سيئاتك. نعم. على أساس إيه؟ يمحو كل سيئاتك، تعودين من جديد، تعود من جديد، صفحة بيضاء من السيئات، لكن صفحة الحسنات ما زالت، ميزان الحسنات ما زال ثقيلا، وميزان السيئات فارغ لا شيء فيه. يلا ارفع في ميزان الحسنات، امسح صفحة السيئات. على أساس إيه يا إله الإسلام؟ على أساس إيه؟ هل كل يعني الصيام ده بيوفي كل مطالب القداسة والعدل؟ ده الأصعب من كده. طب أستأذنك أخت مي نشوف الفيديو كمان اللي بعد كده، ده الأصعب من كده اللي هنسمعه دلوقتي. يعني أنا عايزك تفكر في الإله نفسه، يعني سيبك من التشريع، الإله نفسه اللي يشرع كلام زي كده،
ايه 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 وضعيته؟ احنا عندنا في الكتاب المقدس طبعا المسلم ممكن يصوم ويكذب وما فيش مشكله عنده، الدنيا سهله يعني، لكن عندنا في ايه في الكتاب المقدس بتقول ان الله الله القدوس لا يقبل الاثم والاعتكاف، ان الشخص يبقى يعني معتكف بيعمل حاجات روحيه صوم صلاه كده ويعمل ويكون فيه الاثم، الاثم اللي هو مجرد التفكير في الخطيه، مجرد التفكير انه يعمل حاجه غلط مش فعل الخطيه، الاسم هو التفكير، مجرد انك بتفكر في حاجه خطا وانت معتكف هذا لا يقبله الاله القدوس، لا يقبل الاثم والاعتكاف. لكن نشوف بقى في الفيديو ده عشان نكمل اللي سمعناه من الشيخ عثمان الخميس، نسمع. الله عليه واله وسلم وهو يقول: اتاني جبريل فقال بشر من مات من امتك لا يشرك بالله شيئا بشره بالجنه. يا من صمت رمضان، صمت رمضان، ابشر من مات من أمتك لا يشرك بالله شيئا دخل الجنة. فقال أبو ذر: وإن زنى وإن سرق يا رسول الله؟ قال: وإن زنى وإن سرق. قال أبو ذر: وإن زنى وإن سرق يا رسول الله؟ قال: وإن زنى وإن سرق. قال أبو ذر: وإن زنى وإن سرق يا رسول الله؟ قال: وإن زنى وإن سرق رغم أنف أبي ذر، رغم أنف أبي ذر. طبعا هو كان لسه هيقول كلمة إن الإله إله رحيم، بس أنا مش فاهمة إيه الإله ده، وإن زنى وإن سرق بس عشان بيقوم بأركان الإسلام وعشان صام رمضان، إيه الإله ده؟ مش قادرة أتكلم. اتفضلي يا أخت مي، اتفضلي. خلاص برجع بحكي هاي مصيبة. أيوة. إذا أنا هاي الخطايا تذهب بمجرد الصيام. ويعني برضه بنرجع لإله تاجر وإله غير قدوس بيعدلي الخطايا وماشي على المسطرة، يعني أنا بكل إشي، يعني مثلا كيف لازم أصوم وإيش لازم أعمل بعد ما أصوم وأي ساعة لازم أفطر، شو لازم أفطر بالأول وكيف لازم أصلي وصلاة ليلة القدر وشو ليلة القدر وكيف إذا صليت بهديك الليلة. هل هذا هو إله قدوس قال في الماضي عن الخطية إنه عقابها الموت، بيجي بالموضوع بإني أنا صمت فخلص حتى لو الشخص زنى وسرق تذهب عنه سيئاته؟ وين ثمن الخطية؟ صح. مين صح. دفع ثمن الخطية؟ كيف ذهبت الخطية؟ اشرحوا لي. وين قداسة الله إذا غير عقله؟ غير مزاجه، وين قداسته؟ فأنا من تفضل. لا بقول يعني انا بتفق معاكي ان ده سؤال، وحضرتك كمان هنزود بقى ايه الحسبه بقى كمان، قلتي ليله القدر، ذكرتي ليله القدر، هنزود كمان لان ليله القدر كانت من يومين، يعني النهارده 29 تقريبا، فكانت ليله 27، يعني كانت من حوالي يومين او ثلاثه، الليله اللي بينتظرها المسلم، ويعني ما شفناش ابدا في التاريخ الاسلامي ان حد قال انه صادف هذه الليله، لكن في رمضان بيقول لك ان الشياطين بتبقى مكبله ومصفده، لكن في ليله القدر بقى نفسها بيحصل ايه بقى؟ الارض يا اخت مي ما بتبقاش يعني مكفيه كميه الملائكه اللي بيكونوا فيها، بتقول كده الكتب الاسلاميه وبيقولوا كده الشيوخ، لكن هل المسلم حس ان في ملائكه كده بتزحمه كده؟ يعني مش قادر يمشي في الشارع، الدنيا زحمه. نشوف الفيديو ده، اسمعي كده اخت مي معايا، نشوف الشيخ بيقول ايه، وبعد كده بعد الفيديو ده نشوف الحسبه بتاعت ليله القدر، نشوف مع حضراتكم. ليله القدر هي الليله التي تضيق فيها الارض بالملائكه، هي الليله التي تضيق فيها الارض بالملائكه. جبت بقى مساله الارض تضيق بالملائكه دي منين؟ من القران والسنه. ما دليل القران؟ تنزل الملائكه، تنزل اي افواج بعد أفواج. أيوة. لا تنزل الملائكة جملة واحدة ولا دفعة واحدة، وإنما ينزل فوج بعد فوج بعد فوج، من غروب شمس هذا هذه الليلة إلى طلوع فجرها، وها هو نبينا صلى الله عليه وسلم، كما في الحديث الذي رواه أبو داود الطيالسي والبيهقي والبزار وابن نصر وغيرهم بسند حسن من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أنه صلى الله عليه وسلم قال: إن عدد الملائكة في الأرض في هذه الليلة أكثر من عدد الحصى. يا الله، خلي بالك، أكثر من عدد الحصى. فليلة القدر سميت بهذا الاسم لأن الملائكة
تكثر فيها ملايكة وتستحق يعني وتضيق الأرض. فهل المسلم حس كده بقى بالملايكة اللي هم زحمين الدنيا، ولا حس أصلا أن الشياطين مصفدة وما بيعملش حاجات وحشة؟ ده نتركهم نترك الأمور دي بقى لإحساسكم وفكروا، ولو حد حس بالزحمة الملايكة في ليلة القدر يقول لنا عشان يعني يكسب فينا ثواب يعني. طيب نشوف بقى الحزبة بتاعت ليلة القدر، وبعد كده نسمع يعني تعليق الأخت مي وكلمة برضو ختامية ورسالة ختامية. نشوف الفيديو بقى ده بتاعت الحزبة. ثم يجيب الحق تبارك وتعالى: ليلة القدر خير من ألف شهر. ليلة القدر خير من ألف شهر. ألف شهر 83 سنة وأربع شهور. أيوة بس مين لقاها؟ بس خلي بالك من اللي أنا هقوله لك دلوقتي. ليلة تساوي في حساب الزمن 83 سنة وأربع شهور. بس إيه 83 سنة وأربع شهور؟ عبادة خالصة. طب دول محتاجين تصفيهم من كام سنة؟ ما دي لقطة تانية ما انتش واخد بالك منها. ده دول 83 سنة واربع شهور عبادة خالصة. أجر من يقيم ليلة القدر وأجر من يوفق لليلة القدر كأجر رجل تفرغ لعبادة الله جل وعلا 83 عاما. يعني أحلى عرض ده يا أخت مي، اللي قابل الليلة دي أكنه عبد ربنا 83 سنة وأربع شهور. يعني عرض هايل. أنا شارية يا شيخ. تعليقك يا أخت مي. وتعليقك ورسالة ختامية يعني تفضلي. شوف أحكي لك، في كثير مسلمين هم في الإسلام ما بيشوفوا أخطاء الإسلام. أوكي، لأنه في آية بالكتاب المقدس بتقول إبليس أعمى أذهانهم. صح. وفي كمان نقطة، لأنه الإسلام معلش بدي أكون صريحة سهل، يعني بعمل هيك هيك بلاقي، صمت كذا هيك بلاقي تغفر لي خطاياي، خلص بصوم شهر رمضان تغفر لي خطاياي، إذا بصلي وبصلي بليلة القدر الله بسمع صلاتي والسماء مفتوحة في ليلة القدر بالذات. أوكي؟ لما أجي أفكر في الله وقداسته وعظمته، إذا أنا بقدر أستوعبه وأصير أعد معاه وأتاجر معاه، هو لا يستحق أن يكون الله. فأنا بشجعك وبشجعك إخواتنا المسلمين، إذا عصبت من إنك تسمع لليوم أنا معك، لازم تعصب. أول شيء أنت معصب لأنه إحنا عم نهز كيان إيمانك، ولازم تعصب لأنك لازم في أسئلة مهمة جدا تسألها للإله العلي الذي في السماء. روح عند هذا الإله قل له يا الله افتح عيوني حتى أرى الحق. في متى 6 برضو قبل ما يحكي عن الصيام كان بيحكي عن الصلاة. شوف قداسة الله في الصلاة شو بيقول: وأما أنت فما تصليت فادخل إلى مخدعك واغلق بابك وصلي لأبيك الذي في السماء والخفاء فأبوك الذي يرى في الخفاء يجازيك علانية. وحينما تصلون لا تكرروا الكلام باطلا كالأمم، لا تكرروا الكلام باطلا فإنهم يظنون أنه بكثرة كلامهم يستجاب لهم. بكثرة صلاتي في ليلة القدر يستجاب لي. بأدي ساعة وأدي ساعة أخذت من الله ب 83 شهر وأنا كيف عبدت يستجاب لي. فلا تتشبهوا بهم لأن أباكم يعلم ما تحتاجون إليه قبل أن تسألوه. فصلوا أنتم هكذا: أبانا الذي في السماوات ليتقدس اسمك. عم بيركز على الله القدوس، ما عم بيركز علي. ليتقدس اسمك، ليأتي ملكوتك، لتكن مشيئتك كما في السماء كذلك على الأرض. خبزنا كفافنا أعطنا اليوم، واغفر لنا ذنوبنا كما نغفر نحن أيضا للمذنبين إلينا، ولا تدخلنا في تجربة لكن نجنا من الشرير، لأن لك الملك والقوة والمجد إلى الأبد. آمين. هاي صلاتي لإلي ولإلكم. أمين أمين. وده خير ختام أخت مي. بشكرك جدا على وجودك معنا النهاردة في الحلقة. الرب يبارك حياتك وخدمتك باسم يسوع. وخير ختام يا جماعة اللي بنختم بيه كل حلقة، الرب يسوع قال أنا هو الطريق والحق والحياة، لا طريق لا حق ولا حياة بدون الرب يسوع المسيح. الأسبوع الجاي حلقة جديدة من صوت العابرين، انتظرونا والرب معكم. قد ما في آيات تمدد كان كل هدفها تسكت، على قد ما ندوب اسم الحلم كل